بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي وزع الجمال بينه وبين يوسف عليه السلام. خرج يوسف مع إخوته بعد أن ألبسه يعقوب قميصاً ورثه عن أبيه إسحاق النبي. هذه هي البئر التي تنتظر يوسف الصديق. لم يكن يعرف أن له مع هذه البئر شأناً عظيماً، وأنها نقطة تحول كبيرة في حياته. فلننظر ماذا يفعل إخوة يوسف معه في هذا اليوم المشهود. هل أنت سعيد معنا في الصحراء يا يوسف؟ أظنه عالماً جديداً وجميلاً يا يوسف. أظنها رحلتك الأخيرة يا يوسف. تمهلوا يا إخوتي، ماذا تقولون؟ وبدأ الخلاف يدب بين إخوة يوسف بعد أن حاولوا قتله. ماذا تريدون فعله بالضبط؟ هناك أكثر من وسيلة لإبعاد يوسف عن أبينا، ولكن ليس القتل، ليس القتل. هذه فرصة لن تعوض للخلاص من هذا الذي امتلك قلب أبينا وحلم بالملك علينا لنكون له عبيدا طائعين. ها أنت الآن بين أيدينا يا يوسف. نعم، لابد من وضع نهاية لما يحدث بيننا وبين يوسف. لعلها نهاية يوسف اليوم، حتى لا يصير أبناؤنا عبيداً وهو السيد عليهم. لقد امتلأ القلب غلاً وحقداً، ولابد له أن يستريح يا يوسف. ترى يا بيلها، ما الطريقة التي سيتخلص بها إخوة يوسف منه؟ لا تهمنا الطريقة، المهم هو نهاية هذا الموقف لصالحنا. لعل ليئة الآن تتضرع لكي يعود يوسف سالماً من الصحراء. هو يوم فاصل في حياتنا وفي معركتنا مع يوسف ابن يعقوب. من يأتينا بالخبر؟ أشتاق لسماع خبر يشفي غليل صدري، يشفي غليل صدري منك يا يوسف. لك الله يا يوسف، وقعت فريسة في يد إخوتك الحاسدين. ماذا تفعل وأنت الصبي الضعيف اليتيم؟ ألهذا الحد بلغ بكم الغيظ أن تفعلوا كل هذا بأخيكم؟ كيف سنتخلص من يوسف؟ قل ما شئت، لكن القتل لا يمكن أن يحدث. نعم، نتفق على إبعاد يوسف عن أبيه، لكن لا للدماء. إذن نلقيه في هذا الجب. ماذا؟ نلقيه؟ ماذا تقول؟ نلقيه في الجب؟ كيف؟ نعم، نلقيه حتى لا يعرف أحد مكانه، وبهذا نكون قد تخلصنا منه. وماذا سنقول لأبينا عندما نعود بدون يوسف؟ نقول له إن الذئب قد أكله. هكذا تكون النهاية يا يوسف. هيا هاتوا هذا القميص نلطخه بالدماء لنثبت أن الذئب قد هاجم يوسف. القلق على يوسف يقتلني يا أمي. خالتي، أين أخي يوسف؟ لا تقلق يا بنيامين، سيعود سالماً إن شاء الله، فإن الله لا يضيع مؤمناً صالحاً. ولكن إخوته لا يحبونه، والحسد يأكل قلوبهم على مكانته من أبينا يعقوب. أريد أن أرى أخي يا خالتي. سيحضر يا بنيامين، لا تقلق، سيحضر إن شاء الله، سيحضر سالماً، سيحفظه الله يا بني.
اللهم طمئن قلب أبي يعقوب على أخي يوسف. ما حال قلبك يا يعقوب الأب؟ ماذا يدور بخلدك يا أبا يوسف؟ ما الذي تخشاه يا يعقوب النبي؟ أأنت مطمئن لعودة يوسف سالما؟ أم أن الشك يساورك في هذا؟ ما بال قلبك ينتفض خوفا ويتوجس ريبة من أبنائك يا يعقوب؟ ما زلت تدعو الله أن يعود يوسف دون أن يمسه ضرر أو يناله مكروه؟ أدعو يا يعقوب، أدعو ليوسف لعل الله يجعل له مخرجا مما سيحدث له. وتعاون إخوة يوسف على الإثم والعدوان، وألقوا بيوسف الصديق في البئر، ألقوه دون أي شعور بالأسى أو الحزن. فأين كان ضميرهم آنذاك؟ ظل يوسف في البئر في رعاية الله الواحد الأحد وحفظ ربه الحفيظ، فما كان الله ليضيع نبي الله يوسف، ولكنها المحن والاختبارات والبلاء. فسبحان الله الذي يكشف الضر عن عباده الصالحين حين يلجؤون إليه. يا تقي، متى سيأتي يوسف؟ دعنا ننتظر يا زاهد. تأخروا علينا كثيرا يا تقي. ربما كان الوقت جميلا وهم شباب يحبون الحياة والانطلاق، وربما حدث ما لا تحمد عقباه. لقد تأخر يوسف يا دينا، وأنا أشعر بالخوف عليه. لم أكن أرغب في خروجه مع إخوته. وأنا لم أكن أرغب، ولكنني نزلت على رغبة يوسف وإلحاحه الشديد. ما كان لنا أن نستجيب لإصرار يوسف على هذا أبداً. أريد الطعام يا أمي ليئة. سأجهز لك العشاء يا بنيامين. هيا هيا يا حبيبي هيا. أين أنت يا يوسف؟ طال غيابك عني، فماذا تريد أن تفعل بقلب أختك؟ لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث لأبي يعقوب إذا سمع بخبر موت يوسف. يوسف أكله الذئب، يوسف أكله الذئب. كرر معي هذا كي لا تخطئ أمام أبيك وقومك. ليس هناك أي احتمال للخطأ، قولنا واحد لا يتفرق، وإلا هلكنا جميعا. ها هو القميص، سنأتي عليه بدم حتى يتأكد أبونا يعقوب من مقتل يوسف على يد الذئب. المهم أن يوسف قد انتهى إلى الأبد. الموضوع لن يمر بهذه السهولة على أبينا ولا على خالته ليئة، صدقوني. لقد قضي الأمر يا رجال، قضي الأمر. علينا الآن أن نواجه والدنا وقومنا بكل جرأة وشجاعة. لا أدري كيف حدث كل هذا، كأنه كابوس مظلم. لعله حلم من أحلام يوسف. لقد تأخر يوسف يا نبي الله. أريد أخي يوسف. لا تقلقوا، فهو مع إخوته الذين يحبونه من أعماق قلوبهم.
نعم نعم، لقد كان اليوم شاقاً ما بين لعب ولهو وعمل، فهم بالتأكيد في غاية السعادة. هيا أجهشوا بالبكاء، هيا. وسألهم يعقوب: أين يوسف؟ أين يوسف؟ أين أخي يوسف؟ يوسف أخي الحبيب أكله الذئب. وهذا قميص يوسف وعليه دمه.